اللحظة الأخيرة، لحظات الاقتراب. شكرا يا الواثق، أدت ما عليها جلد واطمأنت إلى أنها خلاص وصلت إلى خط النهاية. تعرف أيضا هذا المسار وعادت أيضا لانطلاقات هذا المسار وما تحمل أيضا من بداية ومن إثارة في هذه اللحظة. ما شاء الله، شوف القادمون إلى خط النهاية هنا بتفاصيل هذا التحدي النهائي، ولكن خط النهاية يقترب من خلال هذا المسار ليحتضن النهاية بجلد وفوز جلد بهذا الشوط. تهانينا والناموس لهج العاصمة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير في هذا المسار الجميل والمتواصل اللي قدمته نجده في هذا المسار. واثق ما شاء الله وتبارك الله، المركز الثاني شايبه، الشايبه لابد ايضا من ذكر الشايبه وانطلاقه الشايبه لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ولكن الظبي تفوقت على نفسها وعلى هذا التحدي ولحقت ايضا بنجده في لحظات وصولها الى خط النهايه، معلنة ايضا هجن العاصمة بثاني ناموس في هذا المساء الجميل. نجده اذا تقترب من خط النهاية، تهانينا والناموس ومساء الفل، مساء الفل يا واثق المضمرين على هذا الاداء الذي اعلن انطلاقة النهاية والتحدي النهائي لنجده في المركز الاول، المركز الثاني الضبي في المركز الثاني والمركز الثالث. حافظ مع بركان، وبركان يغترب من المنصة الرئيسية، يغترب من خط النهاية وهو محتل المركز الاول بكل جد وبكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار بقيادة المضمر قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير. اجتبي تهانينا، تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز بركان بالمركز الاول وعلى هذا العرض الذي قدمه في هذا الشوط. المركز الثاني العرض الطيب والجميل الذي قدمه في يوم التميز، ومشكور يا احمد يا بن علي يا السوداني على هذا التضمير وعلى هذا الاداء الذي يقدم لنا دائما هجن سمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد ال نهيان. وها هو قريب يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية. ركض تلقائي 8 كيلومتر بدون أي أوامر، ركض تلقائي والآلي ما دار واستراحت المحارب عند خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد النهيان على فوز قريب بالمركز الأول. متابعينا الكرام، تنطلق بملهمة بناموس هذا الشوط وهذا الرقص المعتاد دائما من هذا الشعار، شعار هجن العاصمة، ملهمة على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، قامت رأس وتنهي الشوط رأس مع التحية مع السلامات أيضا. يا سلام يا سلام يا سلام، ملهمة على الصدارة واللحظات الأخيرة. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب المتابع والمنطلق أيضا في هذه التحديات الجميلة. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير ولحظات وصول ملهمة إلى خط النهاية تقترب في اللحظات الأخيرة بعدما أيضا قدمت العرض الممتاز والأداء المتميز. ملهمة ولحظات وصولها إلى خط النهاية، تهانينا لهجن العاصفة. بارك الله على الانطلاق الجميل والعرض الرائع والاندفاع في الامتار الاخيره لمهذب لتثبت بكل جداره انها بطلت هذا الشوط بكل جداره وبكل فوز وبكل استحقاق. مهذب على الصداره، مهذب على مقدمه هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا تهانينا للهجن العاصفه وهذا المنظر الرائع. قدوم مهذب من كمره البرج، نتابع مهذب بصداره هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصمة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير، وسلام سلام يا مرغب سلام، تحية واحترام مع الأداء الجميل اللي قدمته مهذب ولحظات وصولها إلى خط النهاية في المركز الثاني. هذا الشعار دائما وأبدا. شكرا أيضا يا أبو مطر على هذا الأداء الجميل اللي قدمه شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني ويأتي هملول على ثاني المراكز سمو الشيخ مكتوم ب
بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة، وثالثا يا شاهين نسوى شق حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. ولكن هناك اللحظات الأخيرة ولحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس. التهانينا لسيدي صاحب السمو شق محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، والتهنية لعمر بن مطار بن لحج الهاير. إذا مياس من يتسلل بالفوز يتسلل بالناموس ها هنا على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مشاغب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، عامر بن حمود بن نعفوس المنصوري في التضمير. وعلى المركز الثالث يأتينا نجد من هجن العاصب قيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير. وهنا على المركز الرابع هواش لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي. ولكن هنا مياس يقترب من خط النهاية، يقترب من الفوز، يقترب من الناموس. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز الجميل. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مالك العاصفة على هذا الأداء الجميل لمياس، والتهنئة لحمد بن راهب بن حمد. لمسة في المركز الأول خلاص بدون منافس على الإطلاق لتهدي مالك هجن العاصفة. أجمل تحية وسلام ولتهدي أيضا كذلك الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذا الفوز وهذا الناموس مع وجود المركز الأول ومع وجود لمسة بدون منافس على الإطلاق. المركز الثاني شام خلي هجن العاصفة في المركز الثاني. المركز الثالث هناك إذا هجن العاصفة أيضا متواجدة مع سلهودة في المركز الثالث، بينما المسك في المركز الرابع. مشاهدينا الأعزاء هكذا هي النتيجة، ولكن عودتنا إلى الصدارة ومع لمسة في هذه اللحظات الأخيرة. لمسة في المركز الأول في اللمسة الأخيرة في اللحظة الأخيرة لتهدي مالك هجن العاصفة وتهدي المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. أجمل تحية وسلام في هذا المساء، هذه لحظات وصول إلى خط النهاية. المركز يسير مع راهية لحظات الختام لهذا الشوط، لحظات النهاية في هذه الأمسية الأمسية. ولكن راهية هي من تمسي بالخير على الجميع، من تمسي بالخير على الجميع. تفتتح هجن العاصفة، تنهي هجن العاصفة حتى هذه اللحظات. يبدأ السباق وينتهي مع العاصفة مع هجنة. يا سلام المركز الأول إذا راهية في مقدمة الشوط، فبركة قادمة في المركز الثاني الهجنة العاصفة راهية واللحظات الأخيرة راهية فبركة. الجميع هنا قادم، ولكن شعار هجنة العاصفة هو المسيطر على المراكز الأولى. تهانينا والناموس لمالك هجنة العاصفة على هذا الفوز المركز الثاني كذلك فبركة.